بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيتين الأخيرتين في سورة الحجرات في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاتان الآيتان تكملة للآيات التي قبلهما، من قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم جماعة من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء الحجرات. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهم أساءوا الأدب في ذلك لأنهم أعراب، وادعوا الإيمان. قالت الأعراب آمنا، والإيمان أعلى درجة من الإسلام، وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون المسلم منافقا ليس فيه إيمان، وقد يكون مؤمنا إيمانا قليلا. أما هؤلاء فإنهم ادعوا كمال الإيمان، ولهذا قال الله لهم: ولكن قولوا أسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما تعطي أنه سيدخل الإيمان شيئا فشيئا في قلوبهم، ولكنهم استعجلوا فادعوا لأنفسهم كمال الإيمان. ثم في ختام السورة قال جل وعلا فيهم: يمنون عليك أن أسلموا. يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، واستكثرون به على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون لأنفسهم مرتبة لم يصلوا إليها. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى، هو الذي من عليهم، فكيف يدعون أنهم أسلموا وأنهم آمنوا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونادوهم وراء الحجرات وأساءوا الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من جفائهم.
إن كنتم صادقين في دعواكم، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإنسان لا يدعي لنفسه الكمال في الدين والإيمان والإسلام، وإنما ينسب هذا إلى الله ويشكر الله على ذلك. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أن تقول أسلمت أو آمنت، الله يعلم ذلك بدون أن تقوله. يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولا تعلمون الله بدينكم، وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه بل يعتبر نفسه مقصرا، وفيه دليل على أن الإنسان أيضا لا ينطق بالنية. فالمبتدعة الذين يقولون نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت، لا تنطق بالنية، هذا بدعة. الله جل وعلا يعلم ما في قلبك بدون أن تنطق. تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله خبير بما تعملون. المدار على العمل، والله يعلم ما تعملون سبحانه وتعالى. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، كما هو تعريفه عند أهل السنة والجماعة أخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ، بالنسبة للذي أدى الحج، ما الأمور وهذه السنة، ما الأمور التي يجب عليه بعد الحج من الأعمال الصالحات؟ يجب عليه أولا أن يشكر الله عز وجل أن وفقه لأداء مناسك الحج وسهلها عليه، ويجب عليه أيضا أن تكون حاله بعد الحج في الدين أحسن من حاله قبل الحج، وأن يسأل الله القبول، يسأل الله القبول، وأن لا يجعل عمله تعبا بدون فائدة، ولا يزكي نفسه، ولكن عليه أن يعتبر نفسه مقصرا، وأن يسأل الله القبول والثبات على الحق. لأن بعض الناس بعض الجهال يظن أنه إذا حج فلا عليه أن يعمل ما يشاء، وهذا غلط، وهذا يفسد عليه الحج. إذا فعل شيئا من نواقض الإسلام أفسد عليه الحج وغيره، ومن ذلك ترك الصلاة. إن ترك الصلاة فإن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فلا حج لمن لا يصلي. فعلى المسلم أن يحافظ على أركان الإسلام ويستقيم عليها، أن يشكر الله أن وفقه للحج وأن يتقبله منه، هذا هو الواجب على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا خير كثير وفضل عظيم،
يجب على المسلم أن يسأل الله القبول وأن يكمل أمور دينه ويستمر على فعل الخير وفعل الطاعات وأداء الواجبات وترك المحرمات. نعم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالشيخ على الهواء مباشرة، 011-88-88-3. معنا نايف على الخط، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك يا فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، وحقيقة أنه أهني القيادة الحكيمة على النجاح الباهر المتميز في هذا الحج هذا العام. الحمد لله. في الواقع لدي سؤالان. السؤال الأول، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل المقصود في الحديث لفظ الحديث بعينه أم هناك تفسير آخر؟ هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ عليه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في ارتداد يا شيخ. طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة معناه أن أعظم أركان الحج هو عرفة، وليس هو الحج كله. الحج له أركان أربعة، وله واجبات سبعة، وله سنن. الحج أعمال كثيرة، ولكن أعظمها عرفة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أركان العبادة الدعاء. نعم. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، نرجو منكم توجيه يعني نصح وإرشاد لإخواننا الأئمة والمؤذنين الذين للأسف بعضهم يقصر في أداء مهامهم في المساجد سواء بالإمامة أو بالأذان. طيب، شكرا. الإمامة والأذان وظيفتان عظيمتان، يجب على من تولاهما أن يقوم بهما على الوجه المطلوب. فالمؤذن يقوم بالأذان ويراعي مواقيت الصلاة، لا يتقدم عليها ولا يتأخر، بل يضبطها، لأنه مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن للصلاة لأنه يصلي بالناس، فعليه أن يحسن الصلاة ولا ينقرها ويسرع فيها، وعليه أيضا أن يراعي أحوال المأمومين فلا يثقل عليهم، أيكم أما الناس فليخفف. فالإمام عليه مسؤولية عظيمة ولا يتخلف، لأن بعضهم يتخلف، بعض المؤذنين يتخلف، بعض الأئمة يتخلف، وهذا إضاعة للأمانة وإضاعة للحمل الذي تحمله. ويجب على المسؤولين عن المساجد أن يتفقدوا هؤلاء، فمن تكرر منه تهاون في أداء عمله فإنه يستبدل بغيره. نعم. شكرا للمتصل. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، ما رأيكم بالفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله، ولماذا سميت بهذا الاسم، وما رأي الشيخ فيها؟ نعم. الفتاوى الكبرى لابن تيمية يسأل عنها، لماذا سميت بهذا الاسم؟ الفتاوى الكبرى هي الفتاوى المصرية، وهي لأن الشيخ له فتاوى وله اختيارات أخرى غيرها، لكن هذه أكثر ما وجد في وقته. والآن والحمد لله خرجت مجموعة أضخم من الفتاوى المصرية من جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ساعده ابنه محمد رحمه الله،
فجمعوا فتاوى الشيخ بلغت 34 مجلدا، والفهارس مجلدان، فصارت 37 مجلدا بفهارسها، وحوت من العلوم والمعارف الشيء الكثير والحمد لله، فهي بحر غزير وعلم علم قريب وواضح وعلم نقي على الكتاب والسنة، ففيها خير كثير ونفع عظيم للمسلمين. نعم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن الآية الكريمة: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. نعم، هذا فيه أن ضعيف الإيمان، أن ضعيف الإيمان أنه عرضة للزيغ والضلال. بعض الناس يكون إيمانه ضعيفا مهتزا، لم يتمكن الإيمان من قلبه، فإن أصابه خير اطمأن بهذا الإيمان، وإن أصابته فتنة وابتلاء وامتحان انقلب على عقبيه والعياذ بالله وارتد عن دينه. وهذا مثل قوله تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله يبتلي بالمصائب ويبتلي بالشدائد من عباده المؤمنين، فمن ثبت على إيمانه وتمسك بدينه فإنه يزيده الله إيمانا وقوة في دينه، وهذا إنما هو في صادق الإيمان. أما من إيمانه ضعيف أو عنده نفاق فهذا إنما يتخذ الإيمان مطية للدنيا، فإن حصل على دنياه ثبت على دينه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وارتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا مما يحث المؤمن على أن يصبر على الشدائد والمصائب، ويعلم أنها ابتلاء وامتحان من الله، هل يثبت على دينه أو لا يثبت، ففيها خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته نعمة فشكر عليها أجر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر عليها وكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من الرياض معنا على الخط. نعم. تفضل يا محمد. أبي الشيخ، يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. مساك الله بالخير الشيخ محمد المطلق. الشيخ صالح الفوزان. ها؟ الشيخ صالح. الفوزان. تفضل. سؤال. يا شيخ عبد الله عنك، أنا دونه 3 سنين. كنت في البر عند البن وحسيت بالظما ورحت للبقاله الوزاريه نويت اخذ منها ماء، جيت البقاله لقيت البقاله مسكره ورجعت وواصلت في صيامي حتى امثال الليل وافطرت. شكرا. ايه هل على شيء يا شيخ ولا لا؟ اذا كان هذا نافله، الصوم نافله ونويته من النهار ولم تأكل ولم تشرب بعد الفجر ونويته من النهار فصيامك صحيح، أما الفرض لا بد من أن تنويه قبل طلوع الفجر وأن تنوي الصيام من الليل. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. هذا في الفرض. نعم.
ما أبرز الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ وإذا لم يتم في الصلاة خشوع هل تبطل الصلاة؟ الخشوع روح الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخشوع هو روح الصلاة. ومن الناس من يخرج بصلاة كاملة خشوعها وأركانها وواجباتها وسننها، ومنهم من يخرج بصلاة دون ذلك، ومنهم من لا يخرج بشيء من صلاته. فالصلاة روحها الخشوع، والخشوع له أسباب. أولا أن يدخل فيها وهو مطمئن القلب، ليس عنده هواجس وشواغل. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان بحضرة طعام حتى يأكل منه ما يرد عليه رغبته فيه حتى يطمئن في صلاته. ونهى أن يصلي الرجل وهو حاق للبول أو يدافع الأخبثين البول والغائط، لأنهما يشغلانه عن الخشوع. وكذلك من أسباب الخشوع استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في وقوفه بين يديه. ومن أسباب الخشوع أيضا تدبر القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في الصلاة وفي غيرها. فأسباب الخشوع كثيرة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. أبو علي له أكثر من سؤال، يقول الشيخ: ما حكم من تخطى الرقاب يوم الجمعة؟ هل صلاته صحيحة؟ هذا فعل محرما إلا أن يرى فرجة أمامه ولا يصل إليها إلا بالتخطي، فله أن يتخطى حتى يسد الفرجة، لأن الصفوف هم الذين أخطأوا في كونهم لم يسدوا هذه الفرجة. ثانيا، الإمام إذا لم يكن له مدخل غير أن يأتي من على الصفوف فإنه يتخطى إلى أن يصل إلى مقام الإمام، وما عدا ذلك فتخطي الرقاب محرم وفيه إثم عظيم. في الحديث: من تخطى الرقاب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: الشخص دخل المسجد لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يعمل؟ نعم. شخص دخل المسجد لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، يجب عليه أن يصلي الظهر أولا قبل أن يصلي العصر، أي يصلي الظهر ثم يصلي العصر. وإن كان في صلاة العصر الناس والإمام يصلون العصر، فإنه يدخل معهم بنية الظهر، يدخل معهم في صلاة العصر وهو ينوي صلاة الظهر، فإذا سلم يقوم ويصلي العصر. نعم. بندر من المدينة النبوية، تفضل يا بندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ومضيفك المستمعين. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين جزاكم الله خير. تفضل. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أتى عرافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد. بعد الأحيان فضيلة الشيخ يكون يعني الواحد في القنوات يرى أعمال سحرية أو ما يشابه الخدع البصرية وينكرها، ولكن هل لو نظرنا إليها ينطبق علينا هذا الحديث يعني؟ طيب يجاوب الشيخ. السؤال الثاني يجاوب الشيخ. لا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهنة ومن يدعون علم الغيب. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز الذهاب إليهم والاطلاع على القنوات التي فيها سحر وفيها شعوذات، لا يجوز، لا يجوز الاطلاع عليها إلا لمن يريد أن ينكرها ويرد على أصحابها ويبلغ المسؤولين ليمنعوها، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما من يطالعها وسلبي ولا يعمل شيئا فلا يجوز له ذلك. نعم. السؤال الثاني يا بندر. فضيلة الشيخ، يعني المسلم كيف يعني يستشعر حب الله له؟ يعني ضرب الله، يعني هناك حديث انه اذا الله سبحانه وتعالى احب عبد احبب عباده فيه، يعني نجد انه يعني كيف نفرق بين هذا الحب وما نراه من بعض الرموز، يعني وان كانت يعني تجهر بالمعاصي، وهناك من يحبها ويبجلها ولهم معجبين ومعجبات، كيف يكون هذا الوضع يا شيخ لو تشرح لنا جزاكم الله خير. المؤمن يحب الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمن يحب الله حبا شديدا، وكونه يحصل منه بعض المعاصي أو بعض الذنوب هذا ينقص الحب، ينقص حبه لله عز وجل، ولكنه لا يزال مؤمنا ولو عصى، فهو يحب الله ورسوله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فجلده، فبعض الحاضرين قال لعنه الله ما أكثر ما يتابه، قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ فالعاصي يحب الله ورسوله، ولكن يكون في محبته لله نقص بحسب معصيته. كل مؤمن فهو يحب الله عز وجل، منهم من هو يحبه محبة كاملة، ومنهم من هو يحبه محبة ناقصة بحسب ما عنده من المخالفات. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج 011-88-88-3 لمن أراد الاتصال بالشيخ. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأني منذ سنوات وأنا أعاني من انقباض في قلبي وضيق، مع أنني أحافظ على الصلوات بأوقاتها، فما هي أسباب انشراح القلب في ذلك؟ أسباب انشراح القلب كثرة الذكر لله عز وجل، تلاوة القرآن، ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، علي أن يكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، فإن هذا يذهب عنه ما يجد من الانقباض ومن ضيق الصدر. هذا إن كان ضيق صدره أو انقباضه آتيا من الغفلة، أما إذا كان انقباضه وضيق صدره لمرض نفسي فعليه مع ملازمة ذكر الله عز وجل أن يذهب إلى الأطباء النفسانيين لعلهم يجدون له علاجا. نعم. حسين من أبها معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. أي مرحبا ألف. المهم يا شيخ، عندي سؤال. الوالد توفى في شهر محرم اللي من هذا العام عليه رحمة الله من أمراض مزمنة، والوالد كان يصوم، كان قبل عامين صام نصف رمضان وأفطر النصف الآخر، أجهد وأفطر وأنا أنفقت عليه ولم يستطع القضاء، وبعدها في رمضانين بعدها صام رمضان كاملة، ففي بعض الناس يقولون ممكن عليه القضاء في ذاك الرمضان لأنه استطاع الصوم بعدها، ونحن ما ندري إيش. نعم، إذا كان استطاع الصوم ولكنه أخر الصيام حتى مات فإنه يبقى في ذمته الصوم، فيصوم عنه ولي، قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فوليه يصوم عنه ويبرئ ذمته وله الأجر في ذلك، وهذا من البر به والإحسان إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو محمد: فضيلة الشيخ، قرأت بأن هناك عمل وهو صلاة الحاجة لمن أراد أن يتحقق له أمر حسن أو أمر طيب، هل لصلاة الحاجة أصل وهل هي عدة ركعات؟ نعم، ورد لصلاة حديث في صلاة الحاجة أنه يصلي ركعتين ويسأل الله قضاء حاجته، فإذا فعله المسلم لا يرجى له القبول وحصول حاجته. فهذا في حديث، لا يحضرني الآن يعني سند الحديث أو قوته، لكنه وارد في الحقيقة. يسمونه حديث، يسمونه صلاة الحاجة، يسمون هذه الصلاة صلاة الحاجة. نعم. الصلاة بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة قد لا تتجاوز منتصف الفخذ. عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، فلا بد أن تكون هذه المنطقة مستورة بما يغطيها عن الأنظار، ولا يكفي الستر الشفاف أو اللباس القصير عن الركبتين، لا يجوز هذا. ولو أكثر من الألبسة الشفافة التي يرى من ورائها الجلد فإن صلاته غير صحيحة، لقوله تعالى: خذوا يا أيها الذين آمنوا، لقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المراد بالزينة هنا ستر العورة. نعم. أحمد من الطائف، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ. إن فيها عندي عجوز وزوجها يعني تاركها يمكن له حوالي 17 سنة، وتقول لا أجا ولا سمح الله توفى قدامها لا يمكن أنها تحكم عليه. ما دامت في ذمته ولم يطلقها فإذا مات فإنها عليها العدة، عدة الوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. هذا أمر واجب، العدة واجبة على المتوفى عنها زوجها، ولو كان بعيدا عنها ولم يعاشرها ولا يصرف عليها لا تسقط عنها العدة. نعم، ما دامت في ذمته لم يطلقها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: فيها عندها أخوان من أمها ولا يأكلوها ولا يجوها ولا يدقون عليها، وهي أكبر منهم سنا، فإيش الحكم؟ انصحهم يا أخي، أمرهم بأن قطيعة الرحم من الكبائر، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فانصحهم في أن يصلوا خالتهم ويحسنوا إليها لأنها من ذوي الأرحام ومن الأقارب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى الإخلاص، وهل تحقيق الإخلاص في أمور العبادة أم في جميع الأمور؟ جميع العبادات لا بد لها من شرطين، لا بد للعبادة من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله بأن لا يكون فيها شرك ولا رياء ولا سمعة، والشرط الثاني الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيها بدعة. فإذا توفر الشرطان الإخلاص والمتابعة فهي عبادة صحيحة يرجى من الله قبولها، أما إن اختل شرط من هذين الشرطين فالعبادة ليست صحيحة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: بين فينة وأخرى أحضر ماء زمزم، هل يجوز استخدام واستعمال ماء زمزم في الطبخ والاغتسال؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يطبخ به وأن
يتوضأ به ويتطهر به. نعم. يقول: يوجد في قريتنا مقبرة قديمة ومنها يمر الطريق ولا يوجد طريق آخر، هل ننقل القبور التي نمشي عليها ونحولها إلى مكان آخر؟ عليك أن تقدم هذا السؤال لدار الإفتاء، أن تكتب عن هذه المقبرة وما يجري عليها من الامتهان، وتبادر في ذلك، تحتسب الأجر، ومن ثم دار الإفتاء تحقق في الموضوع وتتولى الحفاظ على هذه المقبرة. نعم. محمد من الدمام معنا على الخط، فضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يتعلق بنفس السؤال، عندي ثلاثة أسئلة نفس الموضوع. في البداية عن حكم الاكتتاب في بنك الأهلي، علما أن الاكتتاب يكون بإذن الله تعالى يوم الأحد. لحظة لو كان ربوي يا شيخ البنك. لحظة. اصبر يا أخي، لا يجوز الاكتتاب في البنوك الربوية ولا الشركات الربوية أو المؤسسات الربوية كلها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى المسلم أن يتجنب الربا في أي موضع كان، ولا يكتتب فيه ولا يشارك فيه. البنوك الربوية لا يشارك فيها ولا يكتتب فيها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. خير يا شيخ، بس برضو بنفس الموضوع أنا أسألك يا شيخ، لو كنت الآن مثلا أنا موظف في هذا الجهة في هذا البنك حاليا أعمل لديه، بما تنصحني يا شيخ؟ ما يجوز لك البقاء في وظيفة البنك، يجب أن تنتقل إلى وظيفة أخرى، وظيفة طاهرة ليس فيها عمل ربوي، لأنك إذا أنت سمعت الحديث لعن كاتب الربا، فأنت إذا صرت موظف تكون من الكتبة الذين يكتبون الربا، تشملك اللعنة والعياذ بالله، فابتعد عن هذا العمل واطلب عملا آخر. نعم. ما حكم السفر لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الآداب لزيارة المسجد النبوي؟ لا تجوز نية السفر لقبر الرسول، إنما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر لأجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجدي هذا، المسجد الأقصى. تكون الزيارة بنية المسجد، زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ويتبعها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما أفضل الأعمال التي تصل إلى والدي وقد مات منذ سنوات، من الماء البارد أو الصدقة، ما هي الأشياء التي تصلهم؟ نعم، الأشياء التي تصلهم الدعاء لهم، الصدقة عنهم، الحج والعمرة عنهم، كل هذا يصل، ثبتت الأدلة في أنه يصل إلى الموتى إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ كلاهما له فضل عظيم، الاستغفار هذا يحتاجه الإنسان لذنوبه، والتسبيح والتعظيم لله وتبجيل الله سبحانه وتعالى، فهو بحاجة إلى الأمرين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء، والله جل وعلا أمر بالدعاء، قال: ربكم ادعوني استجب لكم، والله قدر المقادير وهو الذي أمر بالدعاء، فعلى المسلم أن يدعو الله
عز وجل، وأن يكثر من الدعاء، ولا يسأل هل يغير القدر أو لا يغير القدر، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل: أنا مؤتمن على محل وأبيع وأشتري ومسؤول عن أي شيء فيه، فهل يجوز لي أن أخذ من قيمة بعض المبيعات على أن أسجلها علي دين حتى أستلم راتبي وأسدد ما أخذته من غير علم صاحب المال؟ لا يجوز هذا، لا تأخذ إلا بإذن صاحب المال، ولا ولو سجلته دينا عليك هذا لا يجوز إلا بإذنه. نعم. يسأل يا شيخ عن، يقول: بعض المرات أقرأ القرآن وأقوم بمسه دون وضوء. ما يجوز أن تمس القرآن مباشرة، يعني المصحف ما تمسه مباشرة إلا وأنت طاهر من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا قرأته عن ظهر قلب والحدث أصغر، قرأته عن ظهر قلب ولم تتوضأ، أو من المصحف ولكن لم تباشر مس المصحف وإنما من وراء حائل، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لابن أختي شاب وبالجامعة ومقبل على الزواج، وأنا عندي مصدر من المال، هل أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان يريد الزواج ولا ويحتاج إلى الزواج ولا يستطيع مؤونته، فإنك تعينه من الزكاة، لأن هذا من مصارف الزكاة، لأن هذا فقير ومحتاج إلى الزواج ويخاف على نفسه ويريد أن يحصن نفسه، فهذا من تعاون على البر والتقوى ومن مصارف الزكاة. نعم. متعب من الخرمة، تفضل يا متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، عندي سؤال واحد بسأل عن حكم الصلاة خلف الإمام المصلي. خلف الإمام المصلي. الصلاة صحيحة، ولكن عليه إثم الإسبال، وعليك أن تنصحه، تبين له أن الإسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، عليك أن تناصحه. أما الصلاة فهي صحيحة، وإذا استمر على ما هو عليه صل خلف إمام آخر أتبع للسنة وأبعد عن المعصية. نعم. هذا هلال يقول: فضيلة الشيخ، نأمل من فضيلتكم توضيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وما نوع هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح، وهو ينفي العدوى والطيرة. أما العدوى فإنها لا تنتقل بنفسها كما يعتقده أهل الجاهلية، وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، تنتقل بإذن الله لا بنفسها كما يعتقده أهل الجاهلية. وأما الطيرة فهي شرك، وهي التشاؤم بالطيور أو بالأشياء، هذا شرك بالله عز وجل. ولا هامة، هذا في رد على أهل الجاهلية الذين يتشاءمون بطائر البومة، الهامة هي البومة، إذا سمعوا صوتها، لا، هذا التشاؤم لا يجوز بأصوات الطيور والغراب وغير ذلك، لا يجوز هذا من التطير. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وضحوا لنا الفرق بين التوسل والوسيلة. الوسيلة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته، فالوسيلة إليه، ابتغوا إليه الوسيلة، يعني بطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه، هذا يقرب إلى الله، فهو الوسيلة إلى الله عز وجل. والتوسل هو التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، بأن تطلب من إنسان أن يدعو الله لك، تتوسل بدعائه كما طلب
كما طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله للمسلمين بالغيث، فدعا لهم لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك التوسل بأسماء الله وصفاته، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتوسل الله بأسمائه وصفاته أمر الله إن جل وعلا به. تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، إلى غير ذلك. فالتوسل، وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي قدمتها، كاتباعك للرسول وأدائك للواجبات وتركك للمحرمات، بدليل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة سدت عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج، فعند ذلك قالوا: إنه لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم. فأحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بحفظه للأمانة حتى جاء صاحبها وهو أجير عنده، ذهب ولم يأخذ أجرته فنماها له إلى أن جاء فدفعها إليه. والثالث توسل إلى الله بعفته عن الحرام، لأنه كان يراود ابنة عمه فألجأتها الحاجة في يوم فسمحت له بأن يمارس ما يطلب منها بشرط أن يعطيها المبلغ الذي تحتاجه، فلما تمكن منها تذكر أن الله مطلع عليه فقام وتركها لله عز وجل، ففرج الله عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز من الباحة معنا. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، في واحد مسافر وأخر صلاة المغرب للعشاء ودخل المسجد والمؤذن يقيم الصلاة، صلاة العشاء، ماذا يعمل؟ يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة يبقى جالسا، فإن شاء سلم لنفسه أتى بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم معه، ثم يقوم ويصلي العشاء بعدها. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج الصدقة عن الميت وأعطيها لأقاربي ولجيراني المحتاجين؟ نعم، الصدقة عن الميت فيها أجر إذا تقبلها الله سبحانه، ويصل ثوابها إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. يقول: يسأل عن حديث يا شيخ: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. نعم، الحديث صحيح، إصلاح ذات البين. الله جل وعلا قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح، إصلاح ذات البين، فيه فضل عظيم وفيه أجر كبير. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل معنا اتصال، محمد من حائل، تفضل يا محمد. جان فضلك، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يمسيك بالخير يا شيخ صالح، انت والمستمعين المشاهدين. انا طال عمرك حجيت عام 17 مع جهة حكومية على النباص، ودينا كل حقيقة النسك كاملا، انما يوم جينا مكه قمنا ننقل حجاج من منى لعرفه ومن عرفه لمنى، قمنا نرجع ثاني مره، ما ادري التردد هذا، انا احسب اني لكن عقب صار عندي، قلت بسأل الشيخ صالح. لا، ما في شيء، ما دام اديت المناسك ولكنك راعي سياره وتنقل الحجاج من عرفه الى منى، الى لا باس بذلك.
نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، أنا أريد أن أتقرب إلى الله بذبح ماعز أو خروف أو بقرة في غير الحج. لا بأس بذلك من باب الصدقة، إذا ذبحتها ووزعت لحمها على الفقراء هذا من باب الصدقة، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم، ما الدعاء المأثور فضيلة الشيخ عند وضعنا الميت في القبر؟ يقول: وما السنة في ذلك؟ الدعاء يكون بعد دفن القبر، بعد دفن الميت في قبره يقفون عليه ويسألون الله له المغفرة والتثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. لما دفنوا ميتا وقف صلى الله عليه وسلم ووقف معه أصحابه على قبره، فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك شروط للرضاعة، وما حكم عبارات أعتقد وأظن بأنني أرضعت فلان؟ هل يعتد بهذه الأقوال؟ الرضاعة شروطها أن تكون خمس رضاعات، يعني خمس مصات فأكثر، والشرط الثاني أن تكون الرضاعة في الحولين، تكون الرضاعة في الحولين، صبي لا يأكل الطعام، إذا أكل الطعام فإنه لا يرضع بل يفطم، ورضاعه لا يؤثر بعد أكله الطعام. وأما الرضاع المشكوك فيه فلا حكم له، إذا شك في الرضاع أو في عدده فإنه لا أثر لهذا الرضاع المشكوك فيه حتى يثبت ويتحقق بشروطه. نعم. خالد من جدة معنا على الخط، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ صالح الفوزان الله يحفظك. حياكم الله. أنا يا شيخ رضعت من جدتي أمي حوالي أسبوعين، فهل بنات أخوالي وبنات خالاتي أنا محرمهن ويحرم الزواج بهن؟ نعم، تكون أما لك من الرضاعة، أنت تكون أخا لأولادها وعما لأحفادها، تكون عما لأحفادها من أبناء من أولاد أبنائها أو أولاد بناتها، تكون عما لهم. نعم. طيب بارك الله فيكم، هذه السائلة تسأل عن إجهاض الجنين إذا كان مشوها والطبيب قد أمر بذلك، فما الحكم؟ لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا كان على أمه خطر من بقائه، إذا كان على أمه خطر من بقائه وقرر ذلك جماعة من الأطباء الموثوقين أن عليها خطرا من بقائه في بطنها فلا بأس بإجهاضه حبقاء على حياتها. نعم. امرأة تقول السائلة: أم عبد الله، بقي من عدتها 10 أيام ثم احتاجت للضرورة أن تذهب للمستشفى فذهبت، واستدعى الأمر أن تمكث في المستشفى 5 أيام، فما الحكم؟ نعم. امرأة بقي من عدتها 10 أيام ثم احتاجت المستشفى، عدة وفاة. نعم عدة وفاة. نعم. إيه. فاحتاجت. لا بأس، إذا احتاج أقول لا بأس أن تخرج لحاجتها، المعتدة للوفاة لا بأس أن تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا، ولا بأس أن تذهب إلى المستشفى إذا احتاجت إلى العلاج وإلى مراجعة الأطباء، لا بأس بذلك، ولا بأس أن ترقد في المستشفى إذا احتاجت إلى ذلك وعليها ضرر إذا خرجت، لا بأس بذلك. نعم. سعود من الرياض، تفضل يا سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كل عام أنتم بخير يا شيخ. الله يجعلنا وإياك في خير. يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول بالنسبة للقروض من البنوك، إذا لم يكن الشخص عنده خبر المبلغ اللي يقترض منه ما الحكم يا شيخ؟ يا أخي البنوك ما تقرض إلا بربا، ما يجوز الاقتراض
بالربا لا من البنوك ولا من غيرها، كل قرض جرى نفعا فهو ربا كما في الحديث. نعم. هل لكم توجيه للبنوك أو بنك معين؟ ما نعرف بنوك ما تتعامل بالربا. إذا عرفت بنك إسلامي ما يتعامل بالربا ويقرض قرضا حسنا بدون فائدة لا بأس. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة لحكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر، والسؤال الثاني عن حكم لمس الشريط المسجل عليه القرآن بالنسبة للجنب. لمس الشريط لا بأس به لأنه ليس مصحفا، وإنما فيه صوت القاري فقط وهو ليس مصحفا، لا بأس بمس الشريط للجنب وغيره. ولكن أما قراءة القرآن لمن حدثه أصغر إذا كان عن ظهر قلب أو بدون مس للمصحف فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما الذي ينبغي في المصافحة عند دخولي للبيت أو يقول عند دخولي لجماعة في مجلس، هل أبدأ بيميني أم بالأكبر فالأقدر؟ تبدأ بالأكبر، أكبر سنا أو علما، ثم تأخذ عن يمينه إلى أن تكمل. نعم. خالد، تفضل يا خالد من الرياض. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. رحت حج أنا والوالدة، رميت الجمرة يوم 12 الساعة 11:15، لأني قالوا لي في فتوى للشيخ المطلق أنه ترمي مبكر يا شيخ، وأبغى أتأكد هو علينا شيء ولا لا. نعم، عليك فدية. لا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل زوال الشمس، قبل دخول وقت الظهر. فإذا رميت فقد رميت قبل الوقت فلا يجزي، ويكون عليك فدية ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للمرأة الحائض والتي لم تؤدي طواف الوداع، ماذا عليها؟ الحائض ليس عليها وداع، الحائض ليس عليها طواف وداع، وأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ، هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ نعم، هذا أحسن بلا شك، إذا توفر فإنه أحسن من غير، أحسن من وجوه الأرض البقية، من وجوه الأرض. نعم. هذا صالح يا شيخ يقول، ما الضابط في الجمع عند نزول المطر الغزير وخصوصا في أيام الشتاء والمطر المستمر؟ الجمع إنما يكون بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، للمطر الذي يبل الثياب أو يخلف دحضا وطينا في الأرض في طريق المسجد، لا بأس أن يجمعوا بين المغرب والعشاء تخفيفا عنهم. نعم. منصور من الرياض، تفضل يا منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، طال عمرك أنا كان عندي ورقة بوقعها من الغرفة التجارية ب25 ريال أو بختم عليها، فما تم إلا 20، فأعطيت أنت عمرك 20 وختم، وهذا أذكر معي 5 ريال باقي في السيارة، قلت بروح أجيب لكم الخمسة من السيارة وأرجع إن شاء الله. ورحت السيارة ما لقيت 5 ريال، ورقة قد ختمت يعني، قد ختموها ومشيت وخليتها ما رجعت لهم إلى الآن، فما أدري وش أسوي الحين. تردها عليهم أو ترسلها لهم. أي نعم، تردها عليهم أو ترسلها لهم، توصلها لهم. نعم. لازم ارجع لهم 5 ريال، هذه يعني ما اتصدق بها. هذه بذمك؟ لا، هذه بذمك وهي حق لهم فتؤديها لهم. نعم. الله يجزاك خير. السؤال الثاني، طال عمرك ما فضل قراءة سورة الواقعة، وهل مقولة انها تخلي الواحد غني اذا قرأ كثير يعني يوميا، او خطأ المقولة هذه؟ والله ما اعرف شيء من هذا. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج فتاوى والذي أجاب فيه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان على أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا للزملاء في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي، كما أشكر الزملاء معي في من فنيين ومصورين ومخرجين. هذا ناصر البقومي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.